أهلا بكم في درس جديد من تعلم الـ PHP. نكمل معكم في الحديث عن الـ Object Oriented Programming، البرمجة غرضية التوجه، بحيث سوف نقوم في هذا الدرس بالتعمق في هذه البنية التي قمنا ببنائها في الدرس السابق. هنا كما نرى لدينا الـ Class الصف والـ Constructor وأيضا الـ Objects التي قمت بإنشائها من هذا الـ Class. ما سوف نقوم به في هذا الدرس هو الحديث عن كيفية استخدام الـ Access Modifiers في الـ OOP. ونعني بالـ Access Modifiers هي أنني أقوم بإنشاء طبقات بحيث أعتمد على سماحيات وصول محددة ومعينة تقوم بإنشاء هيكلية وهرمية، وهذه فقط أقوم باستخدامها في البرمجة الغرضية التوجه Object Oriented Programming. ماذا أعني بذلك؟ نرى هنا أن لدي هذه الـ Attributes، ولكن كلها Variable أو بمعنى آخر هي Public. ماذا أعني بـ Public؟ أعني بها أنني أستطيع الوصول إليها من أي مكان، وأستطيع الوصول إليها بشكل مباشر. فهنا إذا ذهبت للصفحة وقمت بالتحديث، ترى أنها تعمل وتقوم بجلب هذه القيم، بينما إذا قمت بحجبها عن الوسط الخارجي، فمثلا إذا قمت بجعلها private هنا في هذه الحالة عندما أقوم باستدعائها هنا فلا مشكلة، لأن هذا الاستدعاء ضمن جسم الكلاس. ولكن إذا قلت هنا مثلا اطبع لي title بشكل خارجي، فهنا سوف يتولد مشكلة وسوف يطبع لي رسالة error أن هناك عدم سماحيات وصول لهذه الاتريبيوت. ترى ذلك؟ قم بالتحديث، فنرى أنه يوجد خطأ في السطر رقم 35 وهي هذا السطر. تمام، لذلك لحل هذه المشكلة سوف أقوم بإنشاء هذه الطبقات كما قلنا، وللوصول لهذه الأتريبيوت أقوم بإنشاء ما يسمى بالـ Object Functions، ومن ضمنها توابع تتحكم في إسناد القيمة وفي جلبها، أي الـ Getters و Setters. بمعنى آخر سوف أقوم هنا بجعل هذه أولا جميعها برايفت، وهنا سوف أقوم بإنشاء توابع لجلب هذه القيمة والتعديل عليها. مثلا أقول set title، أقوم هنا بوضع القيمة المخصصة لهذا title value، وهنا أقول title يساوي هذه القيمة. هذا تابع أستطيع من خلاله أن أقوم بالتعديل على قيمة التايتل والتي هي private. أقوم هنا بوضع فاصلة منقوطة وأقوم بإعادة كتابتها من أجل جميع الأتريبيوت، فأقول set author، وهنا set pages، وهنا set لهذا الشكل. هنا بدل الاستدعاء المباشر أقوم باستدعاء التابع، ولكن هذه تقوم بجلب القيمة وليس بالتعديل عليها. إذن بالإضافة لهذه التوابع سوف أقوم بإضافة توابع بشكل مشابه وهي تعبر عن الجيت، وأقوم بنسخ هذه، وهنا أقوم بإضافة هذه التوابع. أقول جيت topic لا تحتوي على أي attribute لأنني فقط سوف أقوم بجلب القيمة، وهنا أقول return بشكل مشابه هنا أيضا. بهذا الشكل، وهنا سوف أقوم باستخدام هذه التوابع، فأقول get title، وهنا get pages، get author، وأخيرا get topic. طبعا لا أنسى أن أقوم بإزالة هذه الباراميتر هنا. تمام، بهذا الشكل نرى أنه لا يوجد أخطاء، وسوف نرى إذا كنت فعلا سوف أقوم بجلب هذه القيم. لا أنسى أن أقوم باستدعائها هنا،
بهذا الشكل. رغم أن هذه الأتريبيوتس برايفت، إلا أنني أستطيع الوصول إليها باستخدام هذه الفانكشن التي هي في الديفولت الحالة العادية هي public. فنرى هنا وقمت بالتحديث، نرى هذه القيم. فهنا أستطيع إنشاء سماحيات وصول، وأستطيع من خلال توابع معينة الوصول لقيم معينة بحيث تكون فقط مرئية من خلال هذه التوابع. وهنا أستطيع أيضا جعل هذه الفانكشن مثلا private أو public، فذلك حسب ما أشاء. إذا قمت بجعلها private فأستطيع فقط الوصول إليها عن طريق function آخر وهكذا. ولدينا أيضا بالإضافة إلى public والprivate لدينا أيضا ما يسمى protected، وسوف نقوم باستخدامها في حال التعامل مع الوراثة بحيث هي حالة ما بين الprivate والpublic. فأقوم بالوصول للattribute إما عن طريق الكلاس الحالي الذي قمت بإنشائها فيه، أو عن طريق أي كلاس يقوم بوراثة هذا الكلاس، وسوف نتكلم عن مفهوم الوراثة في الدرس القادم. هذا كان باختصار درسنا لليوم، تعلمنا فيه كيفية إنشاء الـ Object Functions Getter Setters، وأيضا تحدثنا عن Access Modifiers. وإلى هنا نصل إلى نهاية الدرس، أرجو أن يكون قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.